تستمر محافظة النجف بتعبي عمليات التفويج العكسي للزائرين القادمين من محافظة كربلاء نحو محافظاتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم وسط شكاوى من نقص كبير في أعداد العجلات المخصصة لنقلهم. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. مع قرب يوم الأربعين وعودة الزائرين إلى منازلهم، النجف تقوم بعمليات تفويج الوافدين عكسيا صوب المحافظة الجنوبية بعد أن استقبلتهم طيلة الأيام الماضية. جينا من كربلاء للنجف بلاش يا بوري بسيايير ونعمة وخير، والكراوي رخيصة كل سنة النفر 20 وما حد ياخذنا، و25 سنة نعمة من يم الله. حاليا أنا بالقراج يعني متوجه إلى البصرة، والخدمات والزيارة كلها تسهيلات بيها. شوفت عندكم زائرين، تنظيم سيارات متوفرة لك جميع المحافظات والحمد لله. رغم كثرة الجهات التي شاركت لتأمين العجلات المخصصة للركاب، إلا إنهم يطالبون بزيادة لاستيعاب الأعداد التي تروم العودة، فما هو متوافر لا يكفي لسد الحاجة. خدمات زينة بس عندنا نقص واحدة، هي عدم نقل الزوار. يجيبون الزوار من كربلاء ويذبونهم بالنجف. هنا وصلنا للنجف هسه حاليا صارنا بثلاث ساعات أربعة ماكو سيارات نقل محافظات، لا ناصرية ولا قضاء الشاطرة، جاي نعاني سيارات ماكو. طلب توفير سيارات، شلون ما طلب توفير سيارات؟ إذا أنت هسه تلعب كربلاء الله وكيلك سيارة للبصرة ماكو، ولا للشلامشة ولا للناصرية. زين لا لا، وأنا جاي من زيارة. طالب وجود سيارات بكربلاء لان الزوار هسه متوافده بشكل كلش كبير، وماكو سيارات جايه تكفي الزوار. بخطط اعدت لتوفير الخدمات وصلت النجف الى المرحله الاخيره، الا وهي التفويج العكسي الذي سيستمر لما بعد المناسبه لضمان الانسيابيه اللازمه لانجاح الخطه. من النجف كرار العساف، قناه دجله الفضائيه.